أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في هذه الحلقة يسعدنا استضافة الشاعرة السورية الأستاذة لميس الرحبي. أهلا وسهلا بك أستاذة لميس في بيت القصيد مجددا. الله يسلمك ويسعد مساكم. إن شاء الله ما شاء الله، يعني الرافدين في تقدم مستمر، وأنا سعيدة بوجودي للمرة الثانية في هذا المكان. نحن شكرا. أكثر سعادة بوجودك وتشريفك، وسنكون أكثر سعادة حال رفعت صوتك قليلا. أستاذة لميس، في البداية مجددا لنوطئ لهذه الحلقة بتعريف قصير عن لميس الرحبي موجه للمشاهد العراقي بشكل خاص والمشاهد العربي المتابع لبيت القصيد والرافدين بشكل عام. تفضل. أنا لميس الرحبي من دير الزور سوريا، من مدينة الميادين، إجازة في الاقتصاد، شاعرة وكاتبة، المشرفة العامة برابطة شعراء العرب، وأمينة السر في الجمعية الدولية للشعراء العرب في اسطنبول. أعمل معلمة حاليا، وأشياء أخرى كثيرة تخص العمل التطوعي، منها البيت الفراتي في اسطنبول ومنتدى ورد البلد للمرأة السورية في تركيا والداخل. نعم، عن الواقع السوري الذي يعيشها أو يعيشه أهلنا اليوم في إدلب على وجه التحديد، إضافة إلى الأهل هناك في درعا، هل لا يزال للكلمة تأثير ممكن أن يعين ويسعف جراحات المعذبين باعتقادك الشخصي؟ في البدء كانت الكلمة، طبعا 10 سنوات من الإغراق في تفاصيل لم تكن في الحسبان، 10 سنوات استطاع فيها البعض تجاوز الأزمة، البعض انحنى أمام العاصفة، البعض اختار السفر، والبعض اختار البقاء. 10 سنوات والرقم 1 يتصدر المشهد في 2021 منذ بدايات 2011، والعالم يحبس أنفاسه باتجاه ما يحدث وبانتظار ما سيحدث في سوريا خصوصا وفي مدن السورية التي ما زالت تعاني. نعم، هذه المعاناة تفتح الباب أمام الشعر، لكنه يكون شعرا حزينا فيه من الوجع ما فيه. حدثيني عن وجع القصيدة عند الكتابة وبعدها. قد يكون الشاعر تجربة شخصية، يعني بشكل عام أكثر الناس تعبيرا عن الوضع القائم. قد يكون هناك بعض القصائد التي تعبر عن الحزن الذي في داخله. الغربة هي الملهم الأساسي للشاعر. وأنا أقول كتبت الكثير من القصائد في غربتي الممتدة والتي لا أعرف إلى متى، وحنيني الدائم إلى الوطن هو الدافع الأول للكتابة. أتمنى أن تكون قصائدي تترسخ في أذهان الأجيال القادمة، لأنها دائما هي التي توصل الفكرة. حسب ما نعلم الشعر ديوان العرب، قد نوصل الفكرة إن شاء الله، وقد نقوم بواجبنا تجاه أهلنا وأحبابنا في الداخل. الآن الحديث عن فكرة الحنين إلى الوطن أمر يعني محمود وموجود لدى الغالبية منا، لكن على وجه التحديد الحنين إلى أي بقعة من بقاع الوطن في نفس لميس الرحبي بكل صراحة؟ طبعا سوريا كلها في القلب، لكن الفرات يأخذ الكثير من داخلي، لأنني تربيت على نهر الفرات، ودائما الحنين لذاك النهر الذي كان يعطينا المزيد من الإلهام، والذي كان هو ملهم للشعراء والكتاب. لأنه خاصرة تربط سوريا بالعراق دائما. وقلت سابقا أنني تربطني علاقة قرابة في العراق، ونفس اللهجة، نفس يعني نفس الحديث، نفس الطباع، نفس العادات والتقاليد. هذا ما نتمناه لجميع
الأخوة في العراق وسوريا وكل الدول العربية هي الطباع المشتركة، لكن العراق هي لها الحصة الأكبر في قلوبنا. ونريد حصة كبيرة من الشعر نبدأ بها هذه الحلقة، إلى أولى القصائد أستاذة لميسة الرحبي الشاعرة السورية، تفضلي. قصيدتي الأولى النوايا المرسلة. من حيث أقبلت النوايا المرسلة لدمي القصيد بخافقي كي تسأله، أقبلت من تعب يعيش بداخلي كنهاية الطوفان تعبر أوله. أقبلت من تعب يعيش بداخلي كنهاية الطوفان تعبر أوله، لي خيمة ألفت دموع جراحنا مستاءة بين الضلوع مزملة. يا أول المنفى وصغر ملامحي لا قفل يعرفني بأول منزلة، ألم بذاكرة الرجوع يسوقني نحو السنين ولا سنين مؤجلة. صبوا كؤوس الحب هذه ليلتي بجميع آيات الغياب المذهلة، ورذاذ غيمات تسابق أدمعي تيها هوى عرش الجمال وقبله. فأنا ضحية موطن عشق السماء حملته كف السائرين إلى الوله، أشكو شجونا أرهقت في داخلي أحيا عليها في الأمان المقبلة، أشكو هموما خيمت في مهجتي وغفت على صدر الحنين مؤجلة. ما شاطر المنفى عيون قصائدي شطر يموت ومن دمائي أكمله، قابيل مات وما يزال جنونه يقتات من ندم لحل المشكلة. من أيما غرق بعيد ضامئ واليأس يبقى للعيون مكحلة، أنا بالحنين أذوب عشقا عاد في روحي كأسياف فقولوا الأمثلة. موال أغنية بثغر صامت وعلى الشفاه تصيح أحرف مهملة، أبتاع من سوق الغياب جوانحا لأطير لكني أطير مكبلة. أبتاع من سوق الغياب جوانحا وأطير لكني أطير مكبلة. غلقت أبوابي وعشت وحيدة لكنهم زرعوا ببابي قنبلة، نيسان مات على نوايا صمته ونعاه قلبي في نوايا الحمدلة. ألقيت روحي في كهوف تغربي والجوع فيها والبيادر سنبلة، كي أشرع القلب الحزين للحظة فالشوق باب حار بي كي أقفله. من آخر المنفى طريق دامع هجرته أفراح اللقاء المقبلة. من آخر المنفى طريق دامع هجرته أفراح اللقاء المقبلة، أقبلت من وطن عشقت هواؤه وسماؤه وترابه ما أجمله. كل الحكايات الجميلة بحتها وبكل ما أنهي حروفي مرسلة لعيون من أهوى ودار طفولتي، إني هناك ولن تضيع البوصلة، إني هناك ولن تضيع البوصلة. من المؤكد لفظ فوك يا أستاذة لميس، من المؤكد أن البوصلة ستعرف أحبابها وأبناؤها جيدا كيف يعني تشق الدرب دون أن تضيع هذه البوصلة. هؤلاء الأحباب يعرفون جيدا كيف يوجهون بوصلتهم إلى الحلم المنشود، عن حلم الحرية الذي طال أمده ولا يزال ينتظر، حدثينا قليلا. الحلم هو العودة، الحلم هو الوطن وتراب الوطن، لكن طال الانتظار الفرات وطال الانتظار، لكن يبقى الأمل دائما. الأمل هو أن نتفائل. باعتقادك الأمل في الحالة السورية يعيش مرحلة شباب أم يعيش مرحلة كهولة مثلا في هذا الزمن بصراحة؟ من ناحية يعيش مرحلة شباب ومن ناحية يعيش مرحلة كهولة، إذا أردناه هكذا فهو شباب، وإن أردنا أن يعني نيأس حسب ما نراه، حسب ما يراه الأشخاص. نعم حسب ما يراه الأشخاص.
طب باعتقادك كيف يمكن التخفيف من جراحات المعذبين الذين لا يزالون متشبثين بالحق صامدين فوق التراب هناك في سوريا؟ كيف يمكن أن يثبتهم أهلهم المقيمون في مناطق شتى مختلفة في أصقاع الأرض؟ يتحدثون معنا دائما ويشكون. أهلنا في الداخل يصبرون كثيرا، يتحملون الأمرين، تارة تجدهم صابرين، تارة تجدهم يتمنون أن لو كانوا لحقوا بنا، لكنهم دائما يتمنون أن نعود إليهم. ومقتنعون بفكرة الثبات فوق الأرض دون تخلي عنها أو تنازل. الصابرون الثابتون. ما الواجب تجاههم من كل صاحب قدرة وإمكانية؟ طبعا هي المساعدة، لا أكثر من هذا. قد نساعدهم معنويا بالتواصل معهم والتحدث معهم دائما، وأن نكون لهم الصوت الذي ينقل معاناتهم. نعم. وقد يكون هناك مساعدات مادية، وأتوقع الأبناء الموجودين في خارج سوريا لم يقصروا في تقديم المساعدات المادية أيضا، لأنهم يعيشون في حالة مزرية جدا، لا ماء ولا كهرباء ولا غذاء ولا دواء، وكل هذه الأمور هي البنية التحتية محطمة، تجربة قاسية وموجعة، وأتمنى أن يتحملوا. هذا دعائنا لهم. هذا الوضع أتمنى ألا يطول أكثر. فعشر سنين أيضا كانت مليئة بالأحداث، مليئة بالكوارث ومليئة بالمصائب. هذه العشر السنين كنا نتوقع أنها سبعة، وكنا نكتب أنها سبع العجاف، لكن تجاوزنا، وإن شاء الله لا نتجاوز العشر. لا نتجاوز أيضاً السبع إلى سبع أخرى إن شاء الله. نعم. يعني انطلاقا من تجربتك كامرأة سورية جرى عليها من الوجع ما جرى على كثير من السوريين في الشام ومختلف مناطق سوريا بشكل عام، باعتقادك ما الحل للأزمة التي لا تزال تراوح مكانها؟ كيف يمكن إصلاح ما يمكن إصلاحه وتحسين الأوضاع من وجهة نظر إنسانة عاشت هذه الظروف مع أهلها وتنظر إليهم الآن من كثب؟ طبعا بالنسبة للمرأة هذا عملي وشغلي الشاغل، وقد يأخذني أحيانا عن الشعر والأدب. نعم. فأنا ناشطة في حقوق المرأة، وخصوصا في منظمة ورد البلد التي هي تسعى لتوعية وتمكين المرأة السورية في تركيا. دائما نوجه كلامنا للنساء الموجودات في الداخل، ونتمنى أن يكون هناك تعاون دائم لردم الفجوة. لاحظت منذ فترة أن هناك فجوة بيننا وبين النساء في الداخل السوري، ولذلك نسعى لتسوية هذا الأمر. المرأة عانت كثير أستاذ مصطفى، ولذلك لا أقول أنها الحلقة الأضعف، لكنها استطاعت أن تقف بوجه العاصفة أكثر مما يجب. أم المعتقل وأم الشهيد وأم المعتقلة، هذه الأمور والمعتقلة هي نفسها أثبتت أنها قوية أكثر مما كان ينتظر منها ويتوقع. نعم نعم. المرأة السورية هي حضارة قائمة بذاتها بالأساس. أحسنت. لكنها استطاعت بالأزمة أن تكون صامدة، وأن تكون حتى معيلة لأسرتها بعد فقدان المعيل. يعني في كثير من النساء وشريحة كبيرة هي الآن تعيل أسرتها أولادها، وهذا أمر جدا صعب على النساء، لكن استطاعت أن تكون. نسأل الله أن يخفف عنهم ما هم فيه، وأن تعود سوريا بثوبها الأبيض الرشيق الذي يباهي بأزمنة سابقة، ويستعيد أمجاد الأندلس مرة أخرى إلى أندلس القصيدة الآن، ولربما كانت قصيدة عن الأم أو ما شابه، أو لك أن تقرأي ما تحبين بشكل عام، اقرأي ما تريدين أنت. أمي رحمها الله دائما لها الحصة في لقاءات شعرية، ولذلك والدي أيضا رحمه الله الذي كان له أكبر الأثر في نفسي، ما زال حظي غائبا وعصية. للأب أم الأم؟ للأم. تفضل.
أمضي بأفواج الهموم رضية، ما زال حظي غائبا وعصيا. أمضي بأفواج الهموم رضية، ما زال نبضي ناشدا ألحانها، ما زلت ألتمس العناق شذية، ما زال ظلي يحتمي في ظلها، ما زال يسري في الدموع ندية، ما زلت أذكر صوتها في دارنا، ما زلت أذكر كم يطيب بهية، ما زلت أذكر عطرها في خدرها حتى يبيت الياسمين نقيا. الله. ما زلت أذكر دمعها يجري على الخدين صبحا أو يؤوب عشيا، حين الفراق تماسكت لكنها منذ افترقنا قد كواها كيا. ما زلت يا أماه ليلا أشتكي مر الفراق وذله الأبدية. يا الله. ما زلت أسأل عنك كل جوارحي قد تشرقين كما السنة القدسية. مري على قلب المضرج بالدماء أبكيك تروين المدامع ريا، مري على قلبي غداة حنينه للقاء وجهك ما يزال وفيا، مري على نبض يتوق لوصلكم سبع عجاف بالفراق شقيا. عشر عجاف هنا أصبحت. مري على روح تناجي ربها إذ لم يزل بالمؤمنين حفيا، ما كنت أكتب في الهوى معزوفة إلا لتهمي بالعطاء سخيا. يطفو من الأعماق بوح نازف تجثو الحروف على النقاء جثيا، أن اتجهنا والدعاء يحوطنا والقلب يخفق كي نؤوب سويا. يا صبح كيف اليوم، يا صبح كيف الساجدون بليلهم من دون وجهك ساجدا ورضيا. يا صبح هل لا لحظة من عمرنا أيكن أراك وفيك قد أتفيا. يا صبح كيف اليوم حالي دونكم، يا ليت كنت على المدى منسية، يا ليت كنت على المدى منسية. طبعا صبح هو أولى بمن يقول مثل هذه القصيدة أن يدوم ذكره ويمتد أثره على طول الخريطة الشعرية وخريطة الشعور الإنساني كذلك. عن الإنسانية المفقودة في هذا الزمن، هل من سبيل لاستعادة فطرتنا التي تغيرت باعتقادك وأرواحنا التي تخشبت وأصابها الذبول؟ الحقيقة الدنيا هي الدنيا والإنسان هو المتغير. لم يكن يوما الإنسان عاجزا عن التغيير باتجاه الأفضل. نعم. قد يكون بعض الظروف لا تساعده، لكنه دائما يقف ويتحمل المسؤولية. وأرجع مرة ثانية إلى المرأة، هي التي استطاعت أن تثبت هذا. ماذا عن نظرية الشاعر الحرباء الذي يتلون بتلون المصالح وبتلون المواقف، يقابله أو ينماز عنه الشاعر صاحب الموقف والقيمة والقامة والخلق والمبدأ؟ حدثينا عن هذه المفارقة وهذه المقارنة من تلقاء تجربتك الشخصية. هو من المعيب أن يكون الشاعر غير الشخصية، لا أقول القيادية، إنما الشخصية النقية. نعم. التي تنقل الخبر أو تنقل المشاعر بنقائها ببياضها. لا يجب أن يكون الشاعر متلونا حسب الوضع القائم. الشاعر هو الشاعر، هو الذي يشعر بذاته وينقل هذا، ينقل أو يسجل كل ما يشعر به من خلال أبيات أو من خلال كلمات. عجبني وصفك يعني القصيدة أنها أخبار المشاعر، يعني نعم. القصائد هي نشرة أخبار المشاعر والشعور نعم. الذي يعيشه الإنسان. هذا جميل هذا المعنى، ونحن هنا في بيت القصيد ولسنا نعم. يعني أمام الكاميرات نقدم الأخبار، لكن في الشعر أيضا أخبار لهذه المشاعر. كيف لهذه المشاعر أن تبقى غضة، أن تبقى يعني متيقظة، أن تبقى متفائلة
أن تبقى منتمية للإنسان لا مجافية له؟ ما المطلوب حتى تظل أرواحنا صافية نقية لا يشوبها شائبة؟ هو الإنسان يختلف من شخص لآخر، مشاعر الإنسان تختلف من شخص لآخر، متفقين عنها. وخصوصا الشاعر أصلا يختلف عن الكاتب. الشاعر يحتاج إلى ملهم أو ملهمة أو وضع طبيعي قائم. الشرط أن يكون هذا الملهم أو الملهمة إنسان؟ ألا يمكن لهذا الملهم أن يكون خاطر، أن يكون لحظة، أن يكون مزاج، أن يكون ظرف، أو طبيعة، أن يكون مكان؟ أحسنت. نهر جاف، خيمة، كل هذا يلهم الشاعر. كائنات معينة ينجذب إليها الشاعر، وبالتالي تصبح ملهما له على الكتابة ومحفزا. نعم صحيح. ونريد ما يعيننا ويحفزنا على السماء الآن إلى الشوق الجريح. الشوق الجريح، ها جئت، تفضل، أحمل مهجتي، وهنا ارتمى الشوق الجريح، هنا الوطن، فاغرق بهاتيك العيون، واترك أماكنك السحيقة، واعتنق همس الجنون، واقسم بأن بما اقترح الغرام بأننا لن نفترق. إني أنا وهج الحياة لمن يكون، فكن على قيد الحنايا يا منايا، وكن لشمس قصيدتي مثل الشفق. هيأت لك، يا هيت لك، دع عنك طوق الحلم وانتهز الغياب. دع عنك طوق الحلم وانتهز الغياب بلا قلق. دع عنك طوق الحلم وانتهز الغياب بلا قلق. اختال بالكلمات انثر عطرها، ينقاد بالكلم الرواة لما اريد، عن معشر الشعراء، عن كل الذين احبهم، وصل الوريد إلى الوريد، وعن جنين في الشرايين احترق، عن طيف بلقيس التي طافت فقالت أيها الملأ الذين رماهم قلق العبور، هل آن للطير الحزين إذا قضى أن يعبر الأفق السقيم وينطلق؟ هل آن للعشاق أن يرتد من أبصارهم طيف الحبيب سحابة وقت المغيب؟ فهنا ارتمى العشق الجريح، هنا الوطن، ولتمطرن الآن أشعاري التي نثرت عبير الورد دون مقابل، لا سمت لي إلا غمامات الشتاء، تذوب في عينيك شهرا ثم تأتي تسترق. يا أنت كنت بعالمي وقصائدي لن يرسموك على جبين الاشتياق، ستعيش لي وتكون لي يا أيها الشوق الجريح، هنا الوطن. ستعيش لي وتكون لي، مجددا، ستعيش لي وتكون لي يا أيها الشوق الجريح، هنا الوطن. يا سيدا دون احتضار الأمنيات، يا مرغما أخذوك مني، أبدعوا كانوا الطغاة دون اعتناق الأبجدية في دمي، جروك من عنقي فأين مبسمي دون انتظار العشق من وجه القساة، الآن تنتظر المنافي فيك جودي الغرق. وهنا ارتمى الشوق الجريح، هنا الوطن، كل الذي أملته ألا تموت عواطفي، لا لن تموت ولن يساومني النزق في كل لحظات التشظي والجنون، يا من أكون ومن تكون، يا لحظة العمر الذي جاوزته في ذات قلب قد خفق، آمنت فيك ولم أزل، كالحرف يؤمن بالحياة على الورق، كالحرف يؤمن بالحياة على الورق. آمنت فيك ولم أزل، كالحرف يؤمن بالحياة على الورق. جميل هذا المختتم أستاذة الأنسة الرحبي، الشاعرة السورية. قبل أن نخرج إلى فاصل، سؤال بشأن هذا الحريق، حريق الكلمات الذي ربما يقودنا إلى حريق الضمائر الموجوعة على حال الأهل هناك في درعا. باعتقادك إلى أي مدى يمكن للقصيدة أن تواسي جرح إنسان مكلوب؟ القصيدة هي كالبلسم الشافي، أنا أراها هكذا،
حين تصل إلى مسامع الشخص المكلوم والجريح قد تكون كلمات هي مجرد كلمات لكنها الدواء الذي نستطيع أن نقدمه على الأقل. نعم، وهذا الدواء متواصلون فيه من أجل كل البشري الذي يتطلع إلى حياة سليمة نقية بيضاء لا وجع فيها ولا حرب. بعد الفاصل سنعود أستاذة لميس، لابد من استراحة. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن وإياكم إلى فاصل قصير، بعده نواصل ما تبقى من هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، حياكم الله أحباب بيت القصيد يا عمار الرافدين في كل مكان. مشاهدينا الكرام، لمن التحق بنا في هذه اللحظات، معنا هنا في الأستوديو الشاعرة السورية الأستاذة لميس الرحبي. أهلا بك سيدة لميس مجددا. أهلا بكم جميعا. قبل أن نواصل النقاش، لابد من عودة جديدة إلى الشعر، والشعر هو باب كل عودة مأمولة وحميدة. إلى الشعر من جديد، تفضلي. بما أننا في صدد الكلام والكلمات، أحب أن أقول قصيدة لا ذنب لي. تفضلي. لا ذنب لي، وجع الكلام سيختفي، مستهدف حرفي وصوتي ينطفي. لا ذنب لي. لا ذنب لي، وجع الكلام سيختفي، مستهدف حرفي وصوتي ينطفي. وهناك في أقصى البلاد تقودني طيفا لنيران تزيد تلهفي، كأسان للآتين كسرها المدى، فيها شربت الصبر فوق تصوفي. أمي حنين الموج، أينك يا أبي؟ بل أين يمضي بالفرات تلهفي؟ سألوم قلبي حين سافر بعدكم، شبحا يهيم على الملامة يختفي. مجددا، أمي حنين الموج أينك؟ أمي حنين الموج أينك يا أبي؟ بل أين يمضي بالفرات تلهفي؟ سألوم قلبي حين سافر بعدكم، شبحا يهيم على الملامة يختفي. شهقات من أبقى الحجارة لم تزل رسما على الحيطان دون محرفي. نوح قديم يستقر بخاطري، لم يبق للآلام أي تلطفي. من أنت حتى بالملام تذيبني وتذيب قلبي دون وصل مترفي؟ اسمي هناك وكنيتي وبطاقتي. اسمي هناك وكنيتي وبطاقتي، فليعلم الآتون أنك متلفي. فليعلم الآتون أنك متلفي. لعله التلف قصيدة. الذي نعم. يتطلع إلى شيء من الحرية وشيء من الصفاء الكامل للروح الإنسانية التي تتطلع إلى تجليات كلها عذوبة وكلها سلام وود ورغبة بالنقاء إزاء الآخر. مرة أخرى العودة للحديث بالشعر وإسقاط على التجارب الذاتية، حدثينا الآن عن الدواوين الشعرية التي كتبتها، التي انتشرت، التي طبعت والتي تنتظر أن ترى النور أيضا، فصحى من أجل القصائد الخاصة بلميس الرحبي، تفضل. نعم، الحقيقة هناك مجموعة كبيرة من الدواوين والتي كانت في فترة الاغتراب
10 سنوات. نعم. هي حصيلة، وأتمنى أن تكون قد وصلت لقلوب الناس. الديوان الأول هو ملامح النور. نعم، ملامح النور، هذا هو ديوانك الأول. هذا الديوان الأول. نعم. والذي بدأت في كتابته في قبل أن أتعرض للاغتراب. نعم. لأنه هذا الاغتراب هو تعرض لنفسي ولشخصيتي والتي أثرت بي كثيرا. ملامح النور، ماذا عن الإصدارات الثانية التي تبعت؟ هذا إصدار رابطة شعراء العرب. نعم. في دبي، وهذا نبض الأميرة الديوان الثاني، هو مجموعة شعرية أيضا. هذا طبعا على ما يركز الديوان الأول والديوان الثاني؟ هذا يركز كثيرا على يعني الحالات الإنسانية فقط. نعم. هذا الجزء. أما هذا الثاني فعن الغربة والحنين إلى الوطن. هل هناك إصدار آخر غير هذين الإصدارين؟ نعم، الإصدار الثالث هو شبيه الزهر، وهو من إنتاجي في أثناء وجودي في الجمعية الدولية للشعراء العرب. جميل جدا. وأتمنى أن يكون في الأيام القادمة سوف يكتمل. وهناك ديوان آخر اسمه الشال الأسود. الشال الأسود أيضا قصائد عن الغربة والحنين إلى الوطن والحالات الإنسانية والشعور بالقهر. جميل أن نشعر بمن حولنا والظلم، وننقل مشاعرنا إلى الورق حتى نورثها للأجيال القادمة، بحيث يعرفون كيف كان هناك في بين ظهرانينا أناس تتألم وتتوجع، وهناك أناس آخرون أيضا كانوا يشعرون بهم وإن بأضعف الإيمان، فيوثقون المعاناة بالكتابة. ماذا عن العذاب الذاتي للشاعر الذي يراقب ذاته ويراجع نفسه إذا ما قصر بحق أي من إخوة الإنسانية، من إخوة الجرح، من إخوة الحلم الواحد في الوطن الذي لا يزال ينشد حريته؟ عن شعورك الشخصي وتأنيب ووخز الضمير إن كان موجودا أو يفرض نفسه أحيانا. الصمت هو صفة غير محمودة. نعم. وأنا لست مع أي كلمة تموت. الكلمة يجب أن تجد متنفس لها كي تعبر عن حالة الشخص نفسه أو حالة الناس المتألمين حوله. لن يغفر التاريخ للشعراء والكتاب خصوصا. نعم. إذا صمتوا بهذه المرحلة التاريخية الصعبة، لأنها سوف تخلد للأيام وللأجيال القادمة. نعم. وسوف يحاسبنا أو تحاسبنا الأجيال القادمة إن صمتنا ولم نقل كلمة الحق. حسنتي. أحد المفكرين الإسلاميين العرب يقول إن كلماتنا أعراس من الشموع لا حراك فيها جامدة، حتى إذا ما بذلنا أرواحنا ومهجنا في سبيلها وبذلنا الدم دبت بها الحياة وانتفضت حية وعاشت بين الأحياء. كل كلمة حرة اقتاتت قلب رجل ربما يكون ميتا الآن. بذلك نربح حقيقة لا وهما حينما نعيش لغيرنا ونقدم من أجل الإنسان والإنسانية. إذا أردنا الآن أن نتحدث عن فكرة بث الروح والحياة في الكلمة، باعتقادك ما هي الكلمة التي ينبغي أن يكتب لها الخلود، ليس في ديوان العرب وهو الشعر فقط، وإنما أيضا في وجدان الناس، كل الناس، الكلمة التي تستحق أن تكون مخلدة ومميزة عن غيرها من الكلمات؟ الكلمة النقية الصادقة التي تنبع من القلب ومن الألم هي التي تبقى. لا يمكن أن تستمر الكلمات. معيار الصدق هنا هل له يعني فرضية معينة؟ يعني قد يرى مثلا أنصار الأنظمة السيئة أنهم صادقون بما يكتبون وكلماتهم صادقة، أو هكذا يرونها. كيف يمكن لنا أن نميز الصدق من الكذب في الكلمة هنا باعتقادي؟ هو في البدء كانت الكلمة، ودائما الكلمة
ينظر إليها مسألة نسبية، ينظر إليها البعض أنها صادقة والبعض ينظر إليها أنها غير صادقة، لا أقول كاذبة، إنما غير صادقة بالنسبة لهم. والبقاء للأصدق، البقاء دائما للأصدق. البقاء للأصدق. جميل أن البقاء للأصدق. ونريد نصا صادقا جديدا الآن منك، من واحة المنفى. من واحة المنفى، وأنعم بالمنفى مصداقية، المنفى كله صدق لأنه يعكس وجع حقيقي. تفضل. المنفى هو دائما كان يعبر عن حالة الشاعر أو الكاتب، محرض. ودائما السابقون قبلنا كتبوا كثيرا وهم في المنفى. نعم. لست أدري هو منفى أم شيء آخر، لكن هكذا ظهرت القصيدة بهذا الشكل. من واحة المنفى، من واحة المنفى تتوه بلاد، وبشامنا تبكي الهوى بغداد. من واحة المنفى تتوه، من واحة المنفى تتوه بلاد، وبشامنا تبكي الهوى بغداد. أمجادنا الياسمين وعطره، وهموم قلبي كلها أمجاد. أنفاسنا معجونة في حزنه، فمتى تكحل عيني الأعياد. أنا شهرزاد الوقت، أغرقني الجفا، وله بأعطاف المساء حداد. يا الله. أنا شهرزاد الوقت، أغرقني الجفا، وله بأعطاف المساء حداد. فأدور حولي خوف سياف يرى، أني بحبي للرؤى أرتاد. أنا شهرزاد كالغريب، يهزني وجد ويكتب أدمع الميلاد. لا تختفي أحلامنا إذ أننا فيك احترقنا، بل وتاه فؤاد. وطني أراك وأنت عطر محاسني، لحن الزمان وما سواك بلاد. وطني أراك وأنت عطر محاسني، لحن الزمان وما سواك بلاد. وما سواك شكراً. هذا الانحياز، يعني ربما ينظر إليه البعض على أنه انحياز مغلظ للوطن، لا يعني أن الأوطان الأخرى غير جيدة، أليس كذلك؟ الوطن هو مكان وجودك، نعم، مكان انتمائك، مكان طفولتك. حتى إذا اضطررنا لتركه سيبقى معنا، سنبقى نحمله. لكن لا يمكن لهذه الأوطان أن تكون جحودة؟ ليس هناك وطن جحود، لا يوجد دائما وطن جحود. أقول اعلموا أن الأوطان لا تموت بالتقادم، لأن الوطن ليس قضية جغرافية، الوطن قضية عاطفية. نعم. وكما قلت منذ قليل، في العاطفة البقاء للأصدق. أحسنت، أحسنت صنعا وقولا. الزمن الذي نعيش فيه يشهد الكثير من الأكاذيب والتدليس على أصحاب الحق، من أصحاب الباطل، من الظالمين، من القسام، من المتجبرين، من أنصار الدكتاتوريات المنتشرة للأسف. نشهد مثل هذه النماذج في منطقتنا العربية، لكن باعتقادك كيف يمكن حماية الأجيال القادمة وإيصال المعلومة، إيصال الخبر الصحيح لهم، بحيث يعني تتشكل مواقفهم مستندة إلى أخبار تاريخية حقيقية، ليعرفوا التفرقة ما بين الظالم والمظلوم؟ ما المطلوب؟ ما الدور الذي ينبغي على الشعراء لعبه هنا؟ الأجيال القادمة هي مسؤوليتنا. نقوم الآن بالكثير من التدريبات والجلسات لفئة الشباب. نعم. كي نرسخ هذه الأفكار الصادقة النقية التي نتحدث عنها دائما، وكي يكونوا لبنة أساسية قوية للمستقبل. هذا ما أتمنى قوله لفئة الشباب، يجب أن يكونوا قادرين على أن يكون على التماسك. نعم. في وجه كل ظالم. جميل. أن يقولوا كلمة الحق، لا تصمت أبدا، قل كلمة الحق ثم اصمت. أحسنت. هناك من يتهم المسؤول الذي انبرى للدفاع عن سوريا مثلا، أو الجانب الذي يقف
المربع المعارض للنظام الحالي، هناك أيضا من المحسوبين على الثورة والثوار يرون أن من يتحدث ضمن إطار المعارضة لا يفي بتطلعات الشارع الثائر، ولا يفي بما يتطلع إليه الأحرار، وليس على قدر مطموح هؤلاء الناس والمأمول. باعتقادك، هل في هذا القول مبالغة ومغالاة وتجني، أم أن فيه نسبة من الحق والصدق أيضا؟ المعارضة بشكل عام تعمل ما بوسعها كما يعمل أي شخص آخر أو أي منظمات مجتمع مدني. هذه المعارضة التي تواجه عدة جبهات، المجتمع الدولي من جهة، المجتمع المحلي من جهة، وهي نفسها أحيانا تنقسم على بعضها. كل هذه الأمور تواجه النظام كذلك. النظام هو يعني المواجهة الرئيسية، نعم، والصعبة والمتعبة. كل هذه الجبهات، وطبعا في بكل الأحوال تقوم بكل ما بوسعها أن تحقق بعض المكاسب، نعم، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، وليس بالإمكان أفضل مما كان، ولا يمكن أن نوجه لها الملام دائما. من يعمل لكن هذا لا فهو يعني يخطئ، قد تكون ملومة أحيانا. من يعمل فهو يخطئ، نعم، ودائما هذه المقولة هي من يعمل يخطئ ومن لا يعمل لا يخطئ. لا يخطئ، نعم، فدائما لا يمكن إيجاد منطقة وسط ما بين الناس والمأمول وما يرتقبونه وينتظرونه من هؤلاء الذين خرجوا يمثلونهم. لا يمكن الوصول إلى منطقة وسط تجمع يعني ما يتأمله هؤلاء الناس وما يمكن لهؤلاء المسؤولين الذين انبروا لهذه المسؤولية، تجمعهم على صعيد واحد من أجل العمل لمستقبل سوريا المأمول. نعم، دائما نحاول أن نجد هذا نقطة التقاطع. نقطة التقاطع هذه الصعبة، لكن كما قلت ليس بالإمكان أفضل مما كان، والكل يعمل والكل يتعرض للخطأ. ربما الأيام القادمة تخبئ لنا الأفضل، وربما تخبئ لنا المزيد من المفاجآت. المهم أن تكون النية خالصة دائما للعمل من أجل، نعم، الناس، من أجل سوريا الحرة التي يترقب أهلها أن تعود عليهم مجددا بثوبها الأبيض الأندلسي الذي لا ينفصل عن الحاضر ولا يتنصل من التاريخ. نعم، كلمينا عن الآن القصيدة الأخيرة التي تريدين إلقائها، لكن عن فكرتها قبل إلقائها، عن فكرة القصيدة، عن سبب تسميتها، وهي مسك ختام هذه الحلقة من بيت القصيد. قبل القصيدة نريد مناسبتها، فكرتها، قصتها، لك حرية قول ما تحبين قوله، تفضل. هذه القصيدة أحبها جداً، وكتبتها لأجل سوريا، نعم، الحبيبة، لأن هي هدفنا السامي الذي نتمنى، لا أعرف، كل سنة يزداد الأمل، لا أقول يخبو الأمل، تظل سوريا هي الأمنية الكبرى. نعم، تفضل. ما لا أعرف أقرأ، أدمنت حبك، اقرأي ما تحبين. سأقرأ من هنا، تفضل. أفضل. بما أنه مرت 10 سنوات، نعم، ونحن في الغربة، تفضل. كتبت هذه الكلمات. 10 من السنوات تعدل 1000 عام من عذاب، والظالم الأفاك أهلك شعبنا، والعدل غاب، والعابثون بشامنا كثروا وقد نشروا الخراب، والجهل صار كواقع في نشئنا، هو ذا العقاب. من قصفهم يا أخوتي غدت الربا مثل اليباب، والأرض عرض لا نرى أرضا تحال إلى سراب، تفدى بأرواح الأبات، ولا رجوع ولا غياب، وقوافل الشهداء تمضي لا تخاف من الحراب، ودموع أم شردت
والدمع قان في انسكاب، هذه دموع النازحين ترونها هي كالعتاب، تركوا الشآم وغادروا، أدماهم ظفر وناب. وجحافل الأحرار ضجت، وجحافل الأحرار ضجت من أفاعيل الذئاب، وتسابق الثوار نحو المجد جلهم شباب، قالوا كفى لكنما الإجرام قد قطع الرقاب، قالوا كفى لكنما الإجرام قد قطع الرقاب، تبا لكل منافق دفن الأخوة في التراب، ومضى بدرب المارقين المجرمين بلا حساب، باع القضية بئس ما فعل الزنيم ولا صواب. يا ربي وحد صفنا حتى يزال الارتياب، واشرح صدور المخلصين إلى الهداية والكتاب. والشكر كل الشكر للأحباب، يا نعم الصحاب، ونقول للباقين خيبتم أمانين العذاب، الشام شمس في السماء وليس يحجبها الضباب، الشام شمس في السماء وليس يحجبها الضباب. ستظل الشام شمسا في سماء الحرية، لن يحجبها ضباب مؤقت، لابد أنه زائل وعساه أن يزول قريبا. قبل الختام، رسالة إلى سوريا التي تحبين، ماذا يمكن لك أن تقولي؟ لسوريا الحبيبة، هي الرسالة التي أوجهها دائما للصابرين هناك، للمرابطين، للذين تحملوا عبء البقاء وقلة الحياة. نعم، أحبهم جدا وأتمنى أن ألقاهم، لأنهم بركة، لأنهم استطاعوا الصبر والبقاء، وكلهم أمل بلقائنا. ختاما، رسالتك إلى كل من لا يزال يؤمن بفكرة الحرية، ماذا تقول؟ الحرية هي غصة تبقى في قلوبنا، ونتمنى أن نحققها، ونتمنى أن نحقق الحرية ونستبعد الغصة، هذا هو المأمول. ربما لعله يتحقق، لعله الأمل والكلمة الطيبة والكلمة النقية الصافية التي تحدثنا عنها في البداية. الحرية هي أمل كل الناس بغض النظر عن كانوا سوريين في الداخل أو في الخارج، لنحققها معا، ولنكون معا في درب واحد. هذه الحرية هي الأمل لنا جميعا. شكرا أستاذة لميس الرحبي، نورتينا في هذه الحلقة من بيت القصيد، كانت حلقة جدا يعني طيبة بتشريفك لنا، وإن شاء الله تجمعنا مائدة الشعر دائما من خلال بيت القصيد ومحافل أخرى. شكرا لك أستاذ مصطفى، وشكرا للرافدين، وهذا اللقاء الممتع الذي أتمنى أن يدوم ويستمر في الأيام المقبلة. تحياتي لك أستاذ مصطفى. شكرا جزيلا. شكرك جدا. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في الأسبوع المقبل بإذن الله يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.